ومن الأدلة التي استدل بها من أجاز كشف الوجه للمرأة ما جاء من أن النساء يشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهن متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس. قالوا جاء عند أبي يعلى في مسنده بسند صحيح أنه لا يعرف بعضهن وجوه بعض. سلمنا بهذا، إن صحت الرواية سلمنا بهذا على أنهن قد كشفن وجوههن، فلا بأس إذا كنا في ظلمة داهمة لا بأس أن تكشف المرأة عن وجهها، ليس هناك دليل لأنه لا يراها الرجال، ولذلك قال لا يعرفهن أحد، فليس هناك دليل حتى يستدل بهذا لأنها كانت في ظلمة مدلهمة لم تظهر وجوههن. على التسليم بصحة هذه الرواية